ما نكذبش عليكم، كنت خايفه بزاف 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 من انها تحطها دي ميموار بحال هكا احضر معايا في هذا الشيء هذا. المهم بدا كيدخل لي المرض وصافي تما تقلبت الحياه صراحه. سلام، لاباس عليكم؟ بخير، عمركم هانيه، صحتكم لاباس، كل شيء هو هذاك. انا جيت باش نقول لكم بانه فيت اختي حفصه حطات فينا المهم واحد لا فيديو اللي المهم ديك لا فيديو تصورات في شهر 6 تصورات في المهم انا كنت باش ما نكذبش عليكم كنت خايفه بزاف 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 من انها تحطها او ميم طون كنت انا بزاف 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 انه اصلا صوراتها بانه خلات هذاك النهار بالنسبه ليا يبقى ريماركابل. علاش ريماركابل بالنسبه ليا؟ لانه هذاك النهار بالضبط بالضبط بلا ما نعرفوا بلا والو هو اخر نهار اللي كنا خرجنا فيه كعائله مجموعه و كنا فرحانين ومهم دونك هذاك النهار ريماركابل بالنسبه ليا. علاش كنت خايفه؟ لانه حيت مهم مهم تخلطوا دابا المشاعر. انا طوندو حفصه حتى هي تصور فيديو مروه تحط لها فيديو ديالها حيت حتى هو داك النهار صورت انا الوحيده اللي ما كنتش صورت دونك فرحتي انه بقاو عندي دي ميموار بحال هكا. اي فوالا ما نكذبش عليكم بانه فرحانه بزاف لانه بابا حضر معايا في هذا الشيء هذا شافني حققت حلم من احلامي. كنا كنحلموا اونصوب كنجلسوا ونقول لها شوفي الوالده يا 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 احنا كنتسناو هذا الشيء هادي هادي هادي. الحمد لله بقى حتى شافها بقى حتى ركب معايا. المهم دايوغ انا علاش ما كنت شاركت معكم حتى شي حاجه بارابور هذيك لا نوفيل اللي كانت لانه تو سامبلومون هذاك النهار هو نهار اللي كنا خرجنا فيه تشمعنا فيه لوندما بابا كان سافر لوندما انا كنت مريضه بدا كيدخل لي المرض وصافي تما تقلبت الحياه صراحه. انا عقب فهادشي علاش ما كنتش دويت ما كنتش ما خصكوش تلوموني علاش راه ما قلتيش علاش راه ما قلتيش لانه فوالا ما عرفتش كيفاش نقولها لكم. دابا الحمد لله على كل حال عند والدي الله يحفظهم ليه الله يخلي له بصحته واللي فقد شي واحد فيهم ولا فقدهم بجوج الله يصبركم ويصبرني ويصبرنا كاملين. الحرقه ديالهم صعيبه بزاف 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 وخت يوم تخايلوا تغمضوا عينيكم وتقولوا انا غير نتخايل كونوا اكيدين انه الواقع قاصح مر واحد لو سنتيمون خايب بزاف 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 بزاف. فيجعلهم يا ربي من اهل الجنه وحنا الله يرزقنا الصبر يا ربي حتى لحقنا عليهم ان شاء الله مسلمين وربي يكون راضي علينا. اي هادشي هذا اللي نقول دونك فوالا انتما فهمتوا علاش كنت خايفه بزاف من لا فيديو مي او ميم طون انا ما كنكذبش بانه فرحانه تو سامبلومون اون غاردي دي ميموار لي زوينين لي فريمون كان نهار زوين بزاف بزاف نهار بالضبط عمرني ما غنساه في حياتي. اي الا تندوي ندخل هاد السوجي الا كنتو كتشوفوني بوغ سيغتان ماشي كلشي تندوي على سيغتان اللي تيشوفوني تنضحك وكنشاط وهذا برا كنستاهل الاوسكار كثر من القياس كنستاهل الاوسكار لانه ما عرفتش بدا داك الباك خاصك تمثل باش تبين بانه تو فا بيان فما تحكموش على الناس من المظاهر لانه القلب كيعلم به غير الله سبحانه وتعالى. ونقول لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هادشي اللي غنقول لكم. نهاركم مبروك ديزولي لانه عارف راسي بهاد البكية غنبكي شحال من واحد مي ما كنبكيش على اي واحد الدموع شفتوهم غير على بابا الله يرحمه يا رب ويرحم جميع الناس اللي ماتوا يا رب. لاباس عليكم بخير وعمركم هانيه. شونجمون دو لوك عرفتو شحال هادي ما درت ان لوك هكا شارجي بروج على ليفغ المهم بون بريف صورت فيديو في تيك توك كاينه واحد تريند عجبتني بزاف
دونك حطيت لا فيديو ديالي في تيك توك وحطيتها حتى هنايا في انستغرام. جيسبر انها تعجبكم. دونك الا كنتو مازال ما شفتوهاش دخلوا خليو لي كومونتير لايك الا عجبتكم لا فيديو. سيون باش نجاوبكم على داك اللي صيفطت لي داك الميساج بحال هكاك، بغيت نقول لكم بلي مالوغوزمون راه كاينه واحد الفئه اللي عايشه معانا، واحد الفئه اللي التخصص ديالها هو انه اون فوا تشوف شي حاجه ديالك خصها غير دخل تبدا تصيفط لك دي ميساج خايبين، خصها تخسر لك المود فداك الشيء الداخل ديالها هنايا كتبقى تخرجوا بحال عاد داك اللفعه اللي كتحطها في داك الكاس باش كتقطر داك السم ديالها. اون فيت هكا دايرين هاد الناس، كيدخلوا وكيلوحوا داك السم ديالهم. ما بغيت نقول لكم بانه تحتوا فيا الفاكسان كونتر هاد الفئه هادي اللي كيف قلت لكم الغرض ديالها ولا الهدف ديالها الاول هو انه تخرج داك الشيء اللي عندها لداخل في ناس وحدين اخرين. دونك سيتون سي با فاسيل انا في لي ريزو سوسيو فاصل بزاف ديال الانواع ديال الناس، كاينين وحدين اللي الله مر هدار زوينين ضايق الحمد لله. دوك هما الفئه اللي عندي كبيره بزاف وكثيره بزاف، هما الناس اللي تيدعموك ويضحكوا معاك ويطلعوا لك المورال ويشاركوا معاك شحال من حاجه زوينه ودماغ تبارك الله ووعي ما نعاودش لكم. كيف ما كاين واحد الفئه اللي كتلاقاي بها دايره بحال هكا ف 7 سنين تربيت قصاحيت تعلمت بزاف ديال الحوايج بانه كاينين بزاف ديال الانواع ديال الناس. بي خلاصه ديال القول هي انك كتقول داعي الخلق للخالق اي بوين على لين، اللي كيقول شي حاجه كيف ما بغات تكون كيغفليتي غير الاخلاق ديالو التربيه ديالو كيسوس خايبه ولا زوينه. هذا راه كيبقى سوجي اللي فرانشمان ما يستاهلش نهائيا انه ندوي عليه بتاتا واطلاقا. بغيت نبارطاجيه غير باش نقول لكم بانه راه كاين واحد الحاجه سميتها بيهايند ذا سينز، شي حوايج اللي تيوصلونا بون دارويتكم غير اكزامبل، مي كاينين دي ميساج راه اللي كيوصلوك تقولوا لي راه ما يمكنش كيفاش هادشي هذا كيوصلك بحال هكا. ما كيف قلت لكم الفاكسان هادي اول حاجه، دونك انا غادي نسكت ما نهضر ونخليكم مع لو غي اللي حطيتو قولوا لي كيفاش جاكم واش عجبكم واش هذا وين بغات. اي مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.